لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده للميزان. مواليد الميزان النهاردة مازال القمر معاكس معاهم، وبشوف إنه رغم الضغوط لكن في كواكب ممكن تديهم طاقة، ويقدروا ان هم يعني كواكب اللي في القوس بتديهم لباقة ودبلوماسية، فيعرفوا يحسنوا التصرف قدام الضغوط. مهم كمان انه مواليد الميزان النهاردة يتجنبوا الجدال والصدام مع الاهل والقرايب وفي العلاقات الاجتماعية.